السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ان شاء الله نكمل قصة الحركة. ابتدينا المرة اللي فاتت The Story of Movement، وقلنا ان الحركة بتبدأ كايديا في البرين في البريفرونتال اسوسيشن اريا، وبعد كده يحصل لها ديزاين وتتحول الى موتور بروجرام، خطوة سميناها بلاننج. وبعد كده نبدأ في خطوة الاكسكيوشن اللي بتبقى انيشيتد في الموتور اريا، وبعد كده تبدأ النبضة تنزل في السباينال كورد عن طريق الكورتيكو سباينال تراك، وزي ما قلنا نبضات بتروح برضو للسباينو سيربيلم علشان يتابع الأداء بتاع الموفمنت وتبقى كوردينيتد. وبعد كده تنزل النبضة على الكرينيال موتور نيوكلياي سواء كانت في السباينال كورد أو في البرينستم، وبعد كده تبدأ بقى الخلية التانية اللي احنا قلنا عليها لور موتور نيرون توصل للعضلات. طيب انا النهارده هتكلم عن ايه؟ هتكلم النهارده عن الديسيندنج موتور باسويز. انا المره اللي فاتت اتكلمت عن الموتور ارياز، المحاضره اللي فاتت اول محاضره في الموتور سيستم اتكلمت عن الموتور ارياز ان ديتيل، اريا 4 واريا 6 والسبلمنتال موتور اريا. المفروض ان عندك خلايا عصبيه، والكلام ده واضح في الشكل قدامك ده، عندك خلايا عصبيه موجوده في الموتور ارياز دي. الاكسون بتاعها بينزل داون وورد اللي ينتهي على السيل بادز اوف ذا لور موتور نيرون. الخليه دي اللي السيل بادي بتاعها موجود في الموتور اريا والاكسون بتاعها بينزل ينتهي على السيل بادز اوف ذا لور موتور نيرون بنسميها ابر موتور نيرونز. طيب الاكسون بتاعها بقى هو ده قصتنا النهارده اللي هو الديسيندنج موتور باس ويز. ديسيندنج موتور باس ويز، واحنا مقسمين القصه ذا ستور اوف موفمنت بتبدا زي ما قلنا ايديا هنا في البري فرونتال اريا، وبعد كده يحصل لها بلاننج في السيريبرو سيربيلم والبيزل جانجليا، وبعد كده البلان تروح للموتور اريا، وده خلصناه المره اللي فاتت. بعد كده الانبوتس بتنزل هنا في السباينال، بتنزل هنا في الديسيندنج موتور تراكس، وتكمل طريقها للسباينال كورد ومنطقه البرنستيم. وهو ده القصه بتاعتنا النهارده، هي دي الحته اللي هنتكلم فيها اللي هو الباس واي اوف ذا امبلس فروم ذا هاير سنترز الى اللور موتور نيرون. ولكن لسه عندي ان شاء الله محاضرات تاليه هتكلم فيها بقى عن اللور موتور نيرون دي اللي هي بنسميها الايفرنت، وهتكلم عن العضله وهتكلم عن الالفا والجاما والكو اكتيفيشن، قصه كبيره جدا. وان شاء الله بعدها على طول المحاضرات بتاعه الليجنز، يعني هيبقى عندنا برضو ابر موتور نيرون ليجن لور موتور نيرون ليجن. احنا قلنا منهج النيورو منهج قوي جدا ومهم جدا. قصتنا هي الديسيندنج موتور باس ويز اللي هي ببساطه او زي ما بتسمع بيراميدال اند اكسترا بيراميدال، ولكن القصه اكبر من كده، فيها تفاصيل مهمه جدا هتكلم عنها حالا. احنا بنقسم الديسيندنج موتور باس ويز ديت بطريقتين. طريقه كلاسيك مشهوره جدا ومهمه جدا ان احنا نقسم الباس ويز الى بيراميدال اكسترا بيراميدال، ودي الموست كلاسيك ودي الموست امبورتنت والموست كلينيكال، وهي دي الاشهر والاهم بيراميدال اكسترا بيراميدال. وفي تقسيمه ثانيه ان احنا نقسم التراكتس دي الى لاترال موتور سيستم وميديال موتور سيستم. التقسيمه دي فانكشنال او فيسيولوجيكال اكتر منها كلينيكال، بس احنا لازم نبقى عارفين الاثنين. طيب يبقى عندك تقسيمه اولى بيراميدال اكسترا بيراميدال، تقسيمه ثانيه ميديال ولاترال موتور سيستم. نشوف بقى ايه المقصود بالاثنين دول. بص يا سيدي، انت عندك ده السباينال كورد، في الفنترال هورن المفروض موجود فيه الكرينيال او سوري موجود فيه السباينال موتور نيوكليا. احنا عامه الموتور نيوكليا بتاعتنا، لما اقول موتور نيوكليا اللي هي الخليه اللي الاكسون بتاعها رايح يغذي العضله اللي هي اللور موتور نيرون، ودي السيل بادز بتاعتها اما في البرينستم او الانتيرور هورن اوف ذا سباينال كورد، فدي نقول عليها سباينال موتور نيوكلي، وزيها برضو الكرينيال موتور نيوكلي. طيب في الانتيرور هورن اوف ذا سباينال كورد في خلايا موجوده لاترالي وفي خلايا موجوده ميديالي. اللاترال نقول عليها لاترال موتور نيرونز، والميديال نقول عليها ميديال موتور نيرونز. ايه الفرق بينهم؟ اللاترال موتور نيرونز دي للاكسونز بتاعتها رايحه تغذي الديستال ماسلز، والميديال موتور نيرون رايحه تغذي الاكزيال ماسلز. يبقى في عندك ديستال ماسلز وفي عندك اكزيال. ايه الفرق بينهم؟ اللاترال موتور نيرون رايحه تغذي الديستال ماسلز ذات ار ريسبونسبل فور سكيل موفمنت، مسؤوله عن الحركات المهاريه الهاند سكيلز. والموتور ميديال موتور نيرونز رايحه تغذي الاكزيال ماسلز اللي هي مسؤوله عن كنترول اوف بادي بوشر، ضبط البادي بوشر. يبقى اذا في عندك لاترال موتور نيرون ميديال موتور نيرون. اللاترال دي بتاعت السكيل موفمنت الحركات المهاريه، والميديال دي بتاعت البوشرال موفمنت. احنا التراكتس بتاعتنا لو انتهت على الميديال موتور نيرون
نقول عليها ميديال موتور سيستم، ولو انتهت على اللاترال نقول عليها لاترال موتور سيستم. يبقى عرفنا منين اللاترال موتور سيستم والميديال موتور سيستم، التسميه جايه منين؟ حسب الترمينيشن. لو انتهى على اللاترال موتور نيرون لاترال موتور سيستم، وغالبا اللاترال موتور سيستم ده اللي بيغذي الديستال ماسلز بتاعت السكيل موفمنت، والميديال موتور سيستم هو اللي بينتهي على الميديال موتور نيرونز اللي بتغذي الاكزيال ماسل المسؤوله عن البادي بوشر. التقسيمه الثانيه بقى اللي هي بيراميدال واكسترا بيراميدال، بيراميدال واكسترا بيراميدال. بص يا سيدي، انت عندك ده المدلر بيراميد، لو الفايبر نازل في المدلر بيراميد نقول عليه بيراميدال تراكت، لو نازل بال بره المدلر بيراميد نقول عليه اكسترا بيراميدال تراكت. يبقى تقسيمه سهله خالص، بيراميدال واكسترا بيراميدال، لو الفايبر نازل في البيراميد يبقى بيراميدال، اي مكان اخر غير البيراميد طالما الفايبر مش في البيراميد نقول عليه اكسترا بيراميدال تراكت. يبقى اي حاجه مش بيراميدال تبقى اكسترا بيراميدال. يبقى المحدد هنا مين؟ البيراميدال. اي حاجه مش بيراميدال نسميها ايه؟ اكسترا بيراميدال. اي واحد مش يعني ممكن نقسم العالم كله الى مصريين وغير مصريين، مصري معروف، طب وغير مصري؟ اي واحد بقى، اي واحد اي جنسيه تانية مش مصري. فالمحدد هنا هو المصري بس، برضو في عندك محدد بيراميدال واي حاجه تانية تبقى اكسترا بيراميدال. ودي التقسيمه دي بالرغم ان هي موست كلاسيك وبرغم ان هي اناتوميكال الا انها الموست امبورتنت والموست كلينيكال في النيورولوجي بشكل عام. ارجع تاني بس للتراكتس، احنا قلنا لاترال موتور سيستم وميديال موتور سيستم. الميديال موتور سيستم بقى، الميديال موتور سيستم ده اللي هو بيشتغل اساسا على الاكزيال ماسلز ومنتين البادي بوشر، بيشمل مجموعه من التراكتس، بتشمل فنترال كورتيكو سباينال تراكت هتكلم عنه حالا، فيستيبولو سباينال تراكتس اللي هي ميديال ولاترال، وعندنا ريتيكولو سباينال تراكتس، وعندنا كمان تيكتو سباينال تراكت، وعندنا كمان هتكلم عن تراكت ثاني اسمه اولوف سباينال تراكت. دول يا جماعه نقول عليهم ميديال موتور سيستم. معظمهم وليس كلهم، معظمهم اكسترا بيراميدال، معظم يعني معظم الميديال موتور سيستم اكسترا بيراميدال، معظمه اكسترا بيراميدال. اللاترال موتور سيستم بيشمل لاترال كورتيكو سباينال تراكت، ده مهم جدا، ده اساس البيراميدال تراكت، ومعاه روبرو سباينال تراكت، معاه واحد من الاكسترا بيراميدال سيستم. يعني معظم اللاترال موتور سيستم بيراميدال، معظم الميديال موتور سيستم اكسترا بيراميدال. طيب نتكلم بقى دلوقتي عن التفاصيل، ونتكلم عن البيراميدال تراكت، وبعدين نتكلم عن الاكسترا بيراميدال تراكتس، حاجات سو اسينشال في الميديسين، وفهمك ليها هو اساس فهمك للليجنز بتاعه النيورولوجي، سواء كان في الابر موتور نيرون او اللور موتور نيرون او اي تطبيقات في النيورولوجي. مش هتفهمها الا لما تكون فاهم البيزكس بتاعه النيورولوجي كويس، واهمها البيراميدال والاكسترا بيراميدال. بيقابلنا كتير جدا حالات الشلل النصفي هيمبليجيا وحاجات تانية كتيره، ما تقدرش تفسر اللي عند العين الا اذا انت كنت فاهم النورمال بتاع الباسويز بتاعه الموفمنت. واقول لك لما يحصل ليجن هنا يحصل ايه، انت تقدر تتوقع على طول وتقدر تفسر كل حاجه انت شايفها في العيان. بيراميدال تراكت، بيراميدال تراكت اسمه الموست كلاسيك بيراميدال، بس هو ليه اسم وظيفي تاني مشهور لازم نكون عارفينه، كورتيكو بالبو سباينال تراكت. يعني بيكلمك كده اسم مبني على المحطات بتاعه، طالع من الكورتكس ونازل على البرين ستيم اللي هو البالب، وبعد كده بينتهي على سباينال كورد، كورتيكو بالبو سباينال تراكت، او نقول عليه بيراميدال تراكت. طالع من البرايمر موتور اريا 30%، بري موتور اريا والسبلمنتال 30%، برايمر سوماتيك سنسور اريا 40%. يبقى كده طالع من ثلاث مناطق. طب الباسوي بتاعه، الباسوي بتاعه بيديك 3 تراكتس، 3 تراكتس، واتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي. يعني هو نازل كده، هو بيبدا زي ما قلنا بيتجمع من الثلاث مناطق دول اللي هو البرايمر موتور، بري موتور، والسوماتيك سنسور اريا، الفايبر بيجمع، وفي بعد كده في البرينستيم بتديك 3 تراكتس اللي هم كورتيكو نيوكلير تراكت وكورتيكو بالبر تراكت وكورتيكو سباينال تراكت. هقول دلوقتي بالتفصيل المهم. بص يا سيدي، احنا عندنا نبص على المحطات اللي قدامنا، بص على الصوره دي السيريبرال كورتكس بتاعتنا اهي، وهيبقى هنا الانترنال كابسول، تمام؟ طبعا زي ما انت عارف الفايبر تدخل البرين وتطلع من الانترنال كابسول. ده البرنستيم، ثلاث محطات اهو، ميد برين بونز اند ميدلا، وبعد كده عندنا تحت نزلنا هنا، ده شكل للكات سيكشن اوف ذا سباينال كورد، كات سيكشن اوف ذا سباينال كورد.
وفي عندنا دورزال هورن وفي عندنا فنترال هورن وعندك دي اللاترال موتور نيرون وعندك دي الميديال. طبعا اللاترال موتور نيرون دي بتغذي الديستال ماسل ذات ار ريسبونسبل فور فاين سكيل موفمنت فاين سكيل موفمنت، والميديال موتور نيرون بتنتهي على الاكزيال ماسلز ويتش ار ريسبونسبل فور بوشرال موفمنت بوشرال موفمنت. نبدا بقى القصه بتاعه البيراميدال. زي ما قلنا اوريجينيت منين؟ اوريجينيت من ثلاث مناطق، اريا 4 واريا 6 والسوماتيك سنسور اريا. بعد كده بيخرج من البرين من الانترنال كابسول، بيخرج منين بالتحديد؟ من الجنو والانتيريور تو ثيرد اوف ذا بوستيريور لمب. كده طلعنا، ده مهم جدا لان لما تيجي تاخد الهيمبليجيا اللي هي الابر موتور نيرون ليجن والكلام ده مش هتقدر تفسر الظواهر اللي بتحصل لما انت تبقى عارف بالظبط هو بيتحرك منين. يبقى بيخرج من الجنو والانتيريور تو ثيرد اوف ذا بوستيريور لمب. بعد كده بيعدي منطقة الميد برين، بيعدي من الميدل 3/5 اوف ذا سيريبرال برانكل. بعد كده ينزل على البونز وبعد كده ينزل على المظلة، تمام؟ وبعد كده يكمل حتى نهاية المظلة. طبعا هو ماشي في منطقة البرين ستيم بيديك الفايبرز بتاعة الكورتيكو نيوكلير والكورتيكو بالبر تراك. الكورتيكو نيوكلير ده يا جماعة فايبرز بتعمل كروسنج للأوبوزيت سايد، تمام؟ مينلي أوبوزيت سايد مينلي. هو دايما الفايبرز بتنزل بايلاترالي بتغذي الكرينيال موتور نيوكلاي بايلاترالي بات ذا اوبوزيت سايد مينلي. طيب بتنتهي على الكورتيكو نيوكلير تراكت، ده اللي هو الكرينيال موتور نيوكلاي بتاعت الاي اللي هما 3 4 6. بعد كده في عندك كورتيكو بالبر تراكت، كورتيكو بالبر اللي هو ما تبقى من الكرينيال موتور نيوكلاي. احنا قلنا قبل كده ان الكرينيال موتور نيوكلاي يا جماعه اللي هو من 3 الى 12 ما عدا 8 او كله ما عدا 1 و2 و8. نرجع بقى التسعة كرينيال موتور نيوكلاي دول نقسمهم لمجموعتين، مجموعه بتاعه الكورتيكو نيوكلير تراك 3 4 6 والمجموعه بتاعه الكورتيكو بالبر تراك اللي هي هتبقى 5 7 9 10 11 12. وطبعا الاساس في التغذيه هنا البايلاتراليتي ولكن الكونترالاترال سايد از مينلي، تمام. بعد كده عند اللور اند اوف ذا مدلة بتحصل الظاهره الشهيره جدا بنسميها بيراميدال ديكاسيشن. 90% من الفايبر كروس تو ذا اوبوزيت سايد وتبدل بالفايبرز بتاعه البيراميدال تراكت بتاع الناحيه الثانيه الناحيه العكسيه. كام في الميه من الفايبر؟ حوالي 90. مراجع تكتبهم لك 80% 85% مراجع توصل للرقم 90% في الرينج ده. الفايبرز دي بقى يا جماعه بتعمل التراكت الشهير جدا اللي هو اللاترال كورتيكو سباينال تراكت اللي رايح ينتهي على اللاترال موتور نيرونز بتاعه الاوبوزيت سايد، يعني بتاعه الابر ليمب واللور ليمب. اللاترال كورتيكو سباينال تراكت ده هو اللي بيحرك الاوبوزيت سايد اوف ذا بادي، ده مهم جدا، ده اللي بيحرك الابر ليمب واللور ليمب اوف ذا اوبوزيت سايد، هو المسؤول عن الفاين سكيل موفمنت في الاوبوزيت سايد اوف ذا بادي لاترال كورتيكو سباينال تراكت. يبقى معانا حوالي 10%، ال 10% دول اللي هو فنترال كورتيكو سباينال تراك، 9% منهم في منطقه السوركس كروس تو ذا اوبوزيت سايد وينتهوا على الميديال موتور نيورونز اوف ذا اوبوزيت سايد. طبعا الميديال موتور نيورونز مسؤوله عن الريجيليشن اوف بادي بوشر، الوضع مش بتاعه سكيل موفمنت، بتاع السكيل دي اللي هي اليمين اللي هي اللاترال موتور نيورون. يبقى عندك 1% ما بيعملش كروسنج، ده نقول عليه انكروسد كورتيكو سباينال تراكت، ده كام في الميه؟ فقط 1%. معنى كده ان حوالي 99% من الفايبرز بتاعه البيراميدال تراكت او الكورتيكو بالب سباينال تراكت كروس تو ذا اوبوزيت سايد، 1% فقط انكروس. خلي بالك انت عندك بيراميدال تراكت يمين وشمال، طبعا احنا خدنا ناحيه واحده والناحيه العكسيه بتبقى نفس المنظر بس بالعكس. الاساس في التغذيه الحركيه هو الكونترالاتراليتي اوبوزيت سايد، وده مهم جدا في فهمنا للليجنز للترام. دي برضو صورة واضحه جدا، يعني هي بتعيد نفس الكلام، اللي عايز يبص عليها يبص عليها، هي نفس القصه بالظبط. طيب هنا بقول لك كل الكرينيال موتور نيوكلاي، دي جمله مهمه جدا وهتفهم معناها لما نيجي نتكلم عن الليجنز في الابر موتور نيرون واللور. كل الكرينيال موتور نيوكلاي ريسيف بايلاترال كورتيكو بالبر فايبر، كلهم بياخدوا من ناحيتين يعني يمين وشمال ما عدا اللور بارت بتاع 7 و12. اللور بارت بتاع 7 و12 كرينيال موتور نيوكلاي بياخد من الاوبوزيت سايد اونلي، ده هيبقى له تاثيرات
مهمه جدا على شكل العيان اللي عنده ابر موتور نيرون ليجن، ان شاء الله هنتكلم عنها في محاضره الابر موتور نيرون ليجن. طبعا ده الكلام اللي احنا قلناه. نيجي بقى للفانكشن بتاعت الكورتيكو بالبو سباينال تراك، كلام بسيط جدا يعتبر. انا قلت الفانكشن دلوقتي مع رسم الباسوي، لان في كل حته كنا بيقولنا بتعمل ايه. اول حاجه مسؤوله عن الفولنتري موتور موفمنتس في من الهاير سنتر للور سنتر. طب ازاي الكورتيكو نيوكلير تراك مسؤول عن الفولنتري اي موفمنت، اللي هو طبعا لانه بيتحكم في الكلام موتور نيوكلاي طبعا 3 4 6. الكورتيكو بالبر تراك اللي هو الكلام موتور نيوكلاي 5 زي ما قلنا 7 9 10 11 12 مسؤول عن الموفمنت في الفيس وفي النك. بعد كده عندك لاترال كورتيكو سباينال تراكت. طبعا اللاترال كورتيكو سباينال تراكت ده اساس الجسم، ده بيعمل كنترول للابر ليمب واللور ليمب ومسؤول عن الفايند سكيل موفمنت في الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي، مهم للغايه. يبقى كده اول وظيفه في الكورتيكو بالبو سباينال تراكت اللي هو البيراميدال يعني. طبعا زي ما قلنا ما نتلخبطش، الكورتيكو بالبو سباينال هو البيراميدال تراكت تمام، مسؤول عن الفولنتري موفمنت. مش بس فلانتر موفمنت، كمان له دور في البشره الموفمنت. برغم ان البشره الموفمنت دي وظيفه الاكسترا بيراميدال، الا ان هو في تكامل بين البيراميدال والاكسترا بيراميدال، بمعنى ان البيراميدال مينلي فلانتر سكيل موفمنت اند هيلب ان بوشر، والاكسترا بيراميدال العكس انفولفد مينلي ان ريجليشن اوف بوشر اند هيلب ان برضه كنترول اوف فلانتر سكيل موفمنت. فطبعا مسؤول عن البشره ادجستمنت اللي هم ال 9% اللي هو الفنتر كورتيكو سباينال تراكت اللي بيعمل كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد تو ترمينيت ان ذا موتور نيرونز اوف ذا اكزال ماسلز اوف ذا اوبوزيت سايد. طبعا برضه فاسيليتاتوري للماسل تون زي ما قلنا حتى مع برايمري موتور اريا 4. خلصنا كلام عن البيراميدال، نتكلم بقى دلوقتي عن الاكسترا بيراميدال. احنا اتفقنا ان اللي هيعدي في البيراميد يبقى بيراميدال، اي حاجه ما بتعديش في البيراميدال في البيراميد نقول عليها اكسترا بيراميدال. انا عايزك بقى هنا تاخد بالك من كلمتين مهمين، اكسترا بيراميدال سيستم اكسترا بيراميدال تراكتس، ما تتلخبطش، لازم تكون فاهم نيوروفيسيولوجي كويس. اكسترا بيراميدال تراكتس دي جزء من الاكسترا بيراميدال سيستم. اكسترا بيراميدال سيستم ده منظومه بتبدا في الموتور ارياز اوف ذا برين وتكمل، وجزء منها اللي هو الاكسترا بيراميدال تراكتس بتبدا مينلي في البري موتور اريا ساكس. يعني انت عندك البيراميدال تراكت بيبقى مينلي في البرايمر موتور اريا والسائد فيه واللي بيعمل كنترول لمعظم الاكشنز بتاعته برايمر موتور اريا، اما الاكسترا بيراميدال مينلي بري موتور اريا ساكس. بعد كده الفايبر تطلع من مينلي من البري موتور اريا ساكس واذر ارياز بس دي الاساس، تعدي على البيزال جانجليا فتحديدا مكان اسمه كوربس استريتا، بنتكلم عنه قريب جدا في البيزال جانجليا، وبعد كده توصل للجلوبس باليدس. ما زلنا دلوقتي كوربس ستريتم والجلوبس باليدس كله ده جوه البيزا جانجليا. يبقى انت الاكسترا بيراميدال سيستم ابتدى منين؟ من البري موتور اريا وعدى على الكوربس ستريتم وبعد كده على الجلوبس. بعد كده الفايبر تطلع من الجلوبس باليدس بقى تنتهي على مجموعه من السنترز في البرينستيم يطلع منها الاكسترا بيراميدال تراكتس. شوف انت التراكتس بدات فين؟ بعد الجلوبس باليدس، لكن من فوق كده كله مع بعضه اكسترا بيراميدال سيستم. التراكتس تبدا مما بعد الجلوبس باليدس اللي هي جزء من البيزال جانجليا. طبعا تنتهي على ريتيكولار فورميشن وتنتهي على فيستيبولار نيوكلياي وعلى ريد نيكلس وعلى التيكتم اوف ذا ميدبرين، ويطلع بقى منها التراكتس بقى اللي هي ايه؟ ريتيكولو سباينال تراكت، فيستيبولو سباينال تراكت، روبرو سباينال تراكت، تيكتو سباينال تراكت، اولوف سباينال تراكت اند سو اون، اللي هتكلم عنهم حالا. ودي صوره برده اهيت، نفس الكلام برده من الكورتكس للاسترييتم للجلوبس باليدس للبرينستيم، ويطلع منه بعد كده الاكسترا بيراميدال تراكتس اللي هنتكلم عنها حالا، واولهم روبرو سباينال تراكت، واحد من الاكسترا بيراميدال تراكتس ولو يعني ميزه مختلفه شويه، بيطلع من الريد نيوكليس اللي موجوده في الميد برين والفايبرز ديسند كونترالاترال وبينتهي على الموتور نيرون بتاعه السيرفيكال ريجون، وبالتالي دور ان هو يتحكم في الابر لمب. يعني هو مش كل تراك يتحكم في كل حاجه، فهو انفولفد مينلي بالابر لمب تمام. طيب برضو وظايفه، احنا لو رجعنا للاترال موتور سيستم كنا بنقول ان الروبرو سباينال تراكت واللاترال كورتيكو سباينال مع بعض بيعملوا اللاترال موتور سيستم، فهو له دور في الفولنتري موفمنت. يعني هو برغم ان هو اكسترا بيراميدال بس هو انفولفد في الفاين سكيل موفمنت في الابر لمب
يعني بيكمل او يتناغم مع او ينسجم مع الكورتيكو سباينال تراك، مع بعض بيعملوا لاترال موتور سيستم. يبقى لاترال موتور سيستم بيبقى العصب بتاعه الاساسي لاترال كورتيكو سباينال تراك اللي هو جزء من البيراميدال تراك، وجزء تاني مساعد صغير اللي هو روبرو سباينال تراك اللي هو جزء من الاكسترا بيراميدال. احنا قلنا البيراميدال والاكسترا بيراميدال بيكملوا بعض، ولكن البيراميدال مينلي فولانتري والاكسترا بيراميدال مينلي انفولانتري اور بوشرال. طبعا فاسيليتاتر للمسل تون زي صديقه اللي هو الكورتيكو سباينال تراك. تمام، نيجي بعد كده ريتيكولو سباينال تراكت. عندك ميديا ريتيكولو سباينال وعندك لاترال، طبعا على حسب الترمينيشن بتاعه، لو انتهى على ميديا الموتور نيرون او انتهى على اللاترال الموتور نيرون. طبعا الميديا ده طالع من البونز، من البونتاين، يقول لك عليه بونتاين ريتيكولو فورميشن، ودايما البونتاين فاسيليتاتري، والمدلل اللي بيبقى انهبيتور هو طالع من البونتاين ريتيكولو فورميشن. ديسند ابس لاترال وينتهي على انتي جرافيتي ماسل ويعمل لها ستيميليشن، هو طالع اصلا من الفاسيليتاتري ريتيكولو فورميشن، فطبيعي ان يعمل لها استيميشن الانتي جرافيتي اللي بتحافظ على البادي بوشر. اللاترال ريتيكولو سباينال تراك طالع من المدلري ريتيكولو فورميشن ويتش از انهبيتوري اند ديسند باي لاترال اند ات انهبيتس ذا انتي جرافيتي. يعني انت عندك كده ميديال ريتيكولو سباينال ولاترال، واحد استيميت واحد انهبيت، ما هو ما ينفعش استيميشن على طول ولا انهبيشن على طول، يعني هما الاثنين بيشتغلوا مع بعض. المهم ان هو هدفهم يحافظوا على توازن الجسم. فيستيبولو سباينال تراكت طالع من الفيستيبولار نيوكلي طبعا، ف ميديال فيستيبولو سباينال تراك طالع من الميديال فيستيبولار نيوكلس ديسنت باي لاترال، وده بيبقى فاسيليتاتوري للموتور نيرونز بتاعه الهيد والابر لمب. يعني الهيد والابر لمب دول خاصه ان ريسبونس تو اكسلريشن، هنتكلم ليتر اون عن حاجه اسمها فيستيبولار ابريتس اللي هو الجهاز الاتزان او التوازن في جسمنا، وهنعرف يعني التوازن بيتم ازاي. فمن ضمن الحاجات المهمه جدا في التوازن ان يتغير المسل تون، فهو بيتحكم في منطقه الهيد النك والابر لمب علشان يظبط المسل تون على حسب توازن الجسم. فهو بيعمل لك استيميليشن لمنطقه الهيد والابر لمب ان ريسبونس تو اكسلريشن، اكسلريشن اللي هو قوه التسارع، زي ما يكون انت ركبت عربيه راكب والعربيه انطلقت مره واحده، تلاقي نفسك بترجع لورا، ده اسمه تعرض لاكسلريشن. فلازم تلاقي ايه جسمك بيغير المسل تون وتلاقي نفسك بتستعيد وضع البادي بوشر فبتتحرك لقدام. اللاترال فيستيبولو سباينال تراكت ديسند باي لاترال، وده بيغذي الانتي جرافيتي ماسل، تمام، برضو ان ريسبونس للاكسلريشن. يعني في عندك تراكت منهم الميديال على قد النك والابر لمب، والتاني بينزل تحت شويه ياخد الترانك والبوشر ماسل، بس كده او كده هو ريليتد للاكسلريشن. طبعا احنا قلنا فيستيبولو يبقى بنتكلم عن حاجات لها علاقه بالفيستيبولو ابريتس بتاع التوازن. تيكتو سباينال تراكت طالع من التيكتم طبعا، من السوبيريور كولوكيلاي اوف ذا ميد برين مينلي ديسند كونترالاترال، وده مسؤول عن بينتهي على الكلا موتور نيوكلاي بتاعه السيرفيكال ريجون، ومسؤول عن حركه النك اللي هو ريفلكس تيرنينج اوف ذا هيد ان ريسبونس تو سادن فيجوال اور اوديتي ستيمولاي. لو انت ماشي كده واحد نادى اسمك فجاه تلاقي نفسك بتبص له، كلاكس سريع تبص له، ضوء قوي تبص له، نقول عليه ريفلكس turning of the head in response to sudden visual or auditory stimuli. olive spinal طالع من الانفيرير olive في المدلة اوبلونجاتا، وده facilitatory للمسل تون. ده كان اخر تراكت في الاكسترا بيراميدال. الاكسترا بيراميدال سيستم ده وظايفه ايه؟ احنا ممكن نقول وظايف بالمجمل كده حتى عدت علينا واحنا بنتكلم. اول حاجة احنا بنقول ان هو involved mainly in involuntary postural movements. ده الاساس بتاعه. كمان له دور مساعد للبيراميدال تراك في ان هو يضبط الفولانتري سكيل موفمنت، يبقى هو اساسه بوشرال موفمنت او الحاجات اللي نقول عليها اوتوماتيك موفمنت او اسوشيت موفمنت، وبيساعد في السكيل موفمنت. فهو مسؤول عن الكوردينيشن اوف او الوظيفه اللي يعني كوردينيشن اوف ايزوليتد سكيل ماسل موفمنت، اللي هو ان هو يساعد البيراميدال، ده اساس. من احنا قلنا قبل كده ما ينفعش اتحرك الديستال لما يكون البروكسيمال متثبت. انا احرك الديستال، ده الحركه اللي انت شايفها دي حركه ايديا، دي بيراميدال، لكن ده كل ده ايه؟ ده اكسترا بيراميدال. فعشان الدقه هنا وانا بشتغل يعني ما استغناش عن ده، عشان يبقى في عندك دقه في البيراميدال وانت بتكتب تعمل اي حاجه، لازم يكون الايه؟ الاكسترا بيراميدال مثبت لك البوشر اللي هو المنطقه دي، وكمان البروكسيمال لمب، دول بتوع الاكسترا بيراميدال. فلازم في تكامل ما بين الاكسترا بيراميدال والبيراميدال. كوردينيشن اوف جروس اند انفولانتري موفمنتس، وكمان الاوتوماتيك والاسوشيتد. احنا قلنا الفيشال اكسبريشنز
والسوينج موفمنت، الحركات دي يا جماعه بتاعت الاكسترا بيراميدال سيستم. فتلاقينا بنقولها مع البري موتور اريا، نقولها مع الاكسترا بيراميدال سيستم، نقولها كمان مع البيزال جانجليا. فهم يعني هي وظائف مع السيستم او مع السيستم ككل او كاي جزء من اجزاء. كيبنج ايكوليبريم، اه طبعا، لان هو مسؤول عن الادجستمنت اوف بوشر، ده هو دوره الاساسي بتاع الاكسترا بيراميدال. كمان ريجليت الماسل تون، بس هو انت عندك مراكز كتيره في الاكسترا بيراميدال، بعضها استيميليت الماسل تون، بعضها انهبت. يعني في البيراميدال كنا نقول ان هو فاسيليتيت الماسل تون بيراميدال، اما الاكسترا بيراميدال لا، ده حسب المكان. انت بتتكلم عن مين، تيكتو سباينال ولا فيستيبولو سباينال ولا ارتيكولو سباينال ولا اولوفو سباينال؟ في بعضهم فاسيليتاتري وبعضهم انهبيتوري زي ما قلنا من شويه. لو حصل في ليجن بقى في الاكسترا بيراميدال، هيبقى عندك مشكله في الفلانتري موفمنت، تمام؟ يبقى عندك فلانتري موفمنت موجوده بس هتفتقد الدقه، ديفيكالتي انيشيشن اوف فلانتري موفمنت. مفيش باراليسيز ولا حاجه، بس يعني مفيش دقه في الفلانتري موفمنت. امبيرمنت في الاورينتنج اند بالانسنج، بالانس اللي هو التوازن، لان انت عندك خلل في البادي بوشر، مفيش توازن، لان البوشر دي اللي في نص جسمك دي اللي بيظبطها الاكسترا بيراميدال سيستم. وهتتغير المسل تون على حسب المكان اللي حصل له ليجن، يعني لو المكان اللي كان بينشط المسل تون حصل فيه ليجن يبقى المسل تون هتقل. طب مكان كان بيعمل انهبيشن للمسل تون، طب حصل فيه ليجن يبقى المسل تون هتزيد. كمان بتظهر ابنورمال موفمنتس، طبعا معروف الاكسترا بيراميدال ده، وهتبقى واضحه قوي واحنا بنتكلم عن البيزال جانجليا. بابنيسكي ساين طبعا على حسب الليجن، بس طبعا هيبقى فيه فاننج طبعا بسبب ليجن اوف ارياسكس. اخيرا في مقارنه بين البيراميدال والاكسترا بيراميدال. اول حاجه في الاوريجين البيراميدال كورتيكال، الاكسترا بيراميدال كورتيكال واكسترا كورتيكال. عندك في بعضهم بيطلع من الفيرو اوليف، بعضهم بيطلع من الريد نيوكليس، فكل ديت اكسترا كورتيكال، مع العلم ان الريد نيوكليس بيجي لها كنترول من الهاير سنتر. باث واي البيراميدال دايركت، اما الاكسترا بيراميدال يبقى اندايركت، يعني هو مسار جانبي غير مباشر في لفات كتيره. كروسنج في البيراميدال 90%، في الاكسترا بيراميدال 50%. اللوكيشن البيراميدال ميدلري، اما الثاني ده بره البيراميد، والفانكشن لسه قايلينها دلوقتي. بعد كده التايم اوف اكشن، طبعا البيراميدال ده ما بيحصلوش كومبليت مايلينيشن ويشتغل الا بعد السنه الاولى من العمر، اما الاكسترا بيراميدال بادئ على طول من بعد الولاده. التراكس في البيراميدال هي نيورون واحده، في الاكسترا بيراميدال فيه مالتيبل نيورونز. كده خلصنا قصة البيراميدال والاكسترا بيراميدال والديسيندنج موتور باس ويز. فكده خلصنا ايه في قصة الحركة؟ خلصنا الجزئية بتاعة الانيشيشن بتاع الموفمنت، اتكلمنا عن النبضة بتطلع من الموتور ايريز واتكلمنا عنها، وبعد كده احنا مشينا من النبضة لغاية داون وورد لغاية السباينال كورد. ان شاء الله في المرة اللي جاية نبدأ بها من اول ما وقفنا هنا، احنا واقفين عند اللور موتور نيرون، هنبدأ المرة اللي جاية في المحاضرة اللي بعد كده على طول ناخد اللور موتور نيرون اللي هي الايفرنت ونمشي معاها لغايه المصل، ونتكلم عن الانيرفيشن اوف ذا مصل سواء كان الجاما موتور نيرون او الالفا موتور نيرون، ونشوف السيركل دي بتشتغل ازاي. بعد ما نخلص الحته ديت هنرجع نطلع فوق تاني للبيزل جانجليا والسيربيلم، ونشوف دورهم في الموفمنت ايه. وبعد ما نخلص القصه دي نتكلم بقى عن الليجنز اوف ذا موتور سيستم، سواء كان الابر موتور نيرون او اللور موتور نيرون. نشوفكم على خير والى اللقاء.